من رقيق صواب عذبت لساني، وبيه قريت سلامي، ومن خطيب المداد خطبت كلامي، وبيه قفيت كلامي، وبحروف الكتاب نسمعوا ونشوفوا ما قالوا وعلى ما حكاو، أشكال وألوان من غريب الدنيا وأحوال الإنسان، نطرزوا الكلام بحروف تواتيه، ونفهموا المعاني وكل غاية من الحكاية، نهزموا الشر والخير يبان، وبسم الله بدينا وعلى نبينا صلينا. يا سيادي هادو جوج خوت، واحد عنده 7 ولاد والتاني عنده 7 بنات، ماتت أم البنات وبقاو البنيات حمل على كتف باهم. الكبير كيسافر هو وولادو يبيع ويشري، حالته ميسورة، لكن هو ما عرف ما يدير، لا هو قدر يهز بناته معاه ويسافر للتجارة، ولا هو قدر يخليهم بوحدهم ويمشي يشوف رزقه مع أخوه. عيا يخمم وكتار عليه الهم وما لقى حل من غير يخدم عند خوه، حيت ملي ماتت مرتو قلت الحركة في تجارته ولا يكون من الربح ورأس المال. مرة يحمل السلعة، مرة يهز ويحط ويرد باله على حوانت خوه، ملي يكون مسافر هو وولاده عايش على قد الحال، ما يجوع ما يشبع، وملي يدق عليه الحال يمشي يتسلف من عند خوه وعينيه في الأرض. خوه ما يرده، لكن ديما كيقول ليه أخويا هادو راه 7 ديال البنات وشحال قدك من مونة وكسوة وخطعية تسلف، أخويا راه رزقهم على الله، وحتى أنت عندك 7 ولاد الله يبارك. إيه أنا عندي 7 ديال الفرحات يعاونوني ونلقاهم في الشدة، أما أنت عندك 7 هموم جالسين لك في باب الرزق، لا يرحموا ولا يخلوا رحمة ربي تنزل. خوه حنا راسه وبدل الكلام، وملي تمس الحال رجع لدارو عند بناتو ساهي ومهموم، يجرف رجليه تا الماكلة ما قدر ياكل. كلام خوه بقى فليه غصة في قلبه وما نواهاش فيه. وفي يوم من الأيامات الله يا سيادي جات عنده بنته الصغيرة وكانت أعز بناته، قالت ليه مالك أبا ديما مهموم وساهي، واش عم يكتر عليك في الخدمة، والله كيقصح معك في الكلام، إلا ماشي مرتاح معاه وقف الخدمة، والله يغنينا على لقمة الدل. با عينيه دمعوا وما قد يقول حتى كلمة، بقات بنته تلحى عليه في الكلام حتى عاود ليها على خوه وكلامه اللي جرحه في قلبه. تنادت بنته وقالت الله يا ربي هادشي كامل هزو ساكت على قبلنا، حلفتك بالله الواحد ما توقف في طريقي وتخليني ناخد بطاري انا وخواتاتي، ونعمل ونعلم عمي درس عمرو ينساه. شنو اش كتقصتي يا بنتي، شنو اللي ديري؟ لا 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 هادشي ما عندك فيه مدخله، خليه منه المولاه. ايوا هادي راه الحقره ابا، الله اللي خلقنا بنات، واش بيدك تعمل يا سيدي؟ الله خلقنا كيف الولاد كيف البنات، ما هم خير منا ولا احنا خير منهم، الا اذا كنتي ابا متفق مع كلامه وكنحشمو بيك. وبقاو يا سيادي على الهضره كلمه مني كلمه منك حتى قنعت باها ووافق على داكشي اللي ناويه دير، بعد ما عاداته ووعداته. ايوا يا سيادي دازت الايام حتى لواحد النهار قرر خوه الكبير يصيفط ولده الصغير يجيب شي سلعة من مدينة أخرى، وكان أول مرة يسافر ليها. قال ليه والبنات أخويا راه حتى أنا كنت باغي نصيفط بنتي الصغيرة تجيب لي شوية ديال السلعة قبل رمضان والعيد ندور بها الحركة شوية. سكت خوه الكبير وبقى غير كيشوف وقال كيفاش، واش بغيتي تزوج بنتك لولدي؟ راه ولدي ما ناوي على زواج، وهي منين كتعرف لشي تجارة، راه غادي غير تضيع وقت ولدي، عاد غادي يبقى يقري ويفهم فيها ها منين تدوزي ها فين تحطي، واش عادي يقابل تجارته ولا يقابلها هي. فهم بالبنات قصد خوه وكتبها في قلبه وسكت. خوه ما عجبو حال، بقى غير يضرب في رجليه وينفخ ويتفش ويتمتم بشلا كلام. ولكن بالبنات ولا هو هنا خليه على حاله وما عطيخو كلامه. هز ولد عمها مونتو وركب على عود مليح، وهي هزت لي قدت عليه وعمرت شواري وعطاها باه شوية ديال الفلوس كان مخبيها الرسمان، وركبت على البغل وتوكلت على الله وشدت الطريق. كان يا سيادي ولد عمها القدام وهي اللور، العود مرة يجري مرة يتمشى بشوية، أما البغل الشارف يتمشى غير بالمهل تقول العام طويل. البنت مرة تركب عليه وفي الكترة تمشي على رجليها، ولد عمها مرة يسبقها ومرة يوقف يتسناها ومرة يرجع لعندها وينعن النهار اللي يجمعهم ببعضهم. أما هي دايرة ودن من طين وضن من عجين ماشي هنا، ومن اللي يجيهم الجوع يوقفوا من تحت الشجرة ويجبدوا مونتهم. البنت كانت متعودة تقتصد، تاكل شوية وتخبي شوية، تشرب جغيمة وتعطي البهيمة جغيمة وتخبي القلة. أما ولد عمها كان متعود على الفشوش والخير، كل شوية يجبد الماكلة اللي صوبت ليه أمه ياكل على اللي قبضه ويشرب الماء ويخوي على راسه ورجليه، وما فاتت غير 3 أيام وبغى ياكل وما لقاش. البنت كتشوفه غير ساكتة. صبر ولد عمها حتى عيا وقال بنت عمي رجاني الجوع اعطيني ناكل معاك. هي ما نقدرش يا ولد عمي، احنا راه في الخلا وبقى تبعنا طريق طويله وهاد المونه خاصها تكمل لي الطريق حتى نوصل. اذا كان فيك الجوع بزاف نعطيك نص مونتي، ولكن بشرط نبيعها ليك بكموسه ديال الفلوس اللي معاك. ولد عمها الجوع ما خلى ليه عقل، جبد الكموسه وعطاها ليها وخدا نص مونتها، بقى ياكل بحال المحروم اللي ما ذاق الزاد من شهور. وملي شبع جاه العطش، شاف بنت عمه وقال اعطيني شريبه. اش غنقول لك يا ولد عمي، صفر بلا ماء من قله الفهامه، اش بالك نعطيك القله كامله وتعطيني العود. ولد عمها لصق ليه العطش لهاتو وبلا ما يفكر عطاها العود، تركب عليه وبقى يشرب حتى برد قلبه. ولات يا سيادي البنت هي اللي غادا القدام على العود وهو تبعها من اللور، راكب على البغل الشارف وحالته معاه صعب من الكافر. كان يا الحباب كل ما احتاج شي حاجه يهز من عند بنت عمه ويخلص، ولا كيهز من الحوايج الجداد اللي عنده ويعطيها وقلبه كيتقطع. ايوا يا سيادي ملي وصلوا للمدينه شرات البنت خيرات كتيرة وكانت ذكية، عرفت تساوم التجار وشرات بأرخص الأثمان. أما ولد عمها بقى غير يتفرج، ما بقى ليه حتى باش يشري خبزة. من اللي سالت بنت عمه جمعت الرحال وشدوا الطريق راجعين لمدينتهم، وباه فرح بيها وبالخيرات اللي محملة معاه. شافت فيه وقالت من اليوم أبا غادي توقف الخدمة مع عمي. ايوا يا سيدي دازت الايام والشهور وفتح عليهم مولانا وكبرات تجارتهم، ولا باهم من التجار الكبار ومخدم معاه كل بناته. اما خوه وولاده دارت بيهم الدنيا وما بقى عندهم ما يكسبوا، يضيعوا فلوس باهم في النزاهه والنباهه. وولاده خدموا عند عمهم والبنات اللي كان يقول عليهم باهم عنده 7 هموم وهو عنده 7 فرحات. ايوا يا سيادي هنا سالت حكايتي اللي مشات مع الواد وانا بقيت مع الناس اللي جواد.